سيستيما بيروت شانس، تقرير بين الكواليس والتدريب والحفل الغنائي مع سيباك هاجيكيان. تاريخ 4 آب اللي غير حياة اللبنانيين وطبع ذكرى أليمة فيهم كتار عم بيحاولوا ينسوه وبعدة طرق، ومن هون أدت تحية السيستيما بيروت ترنم بالذكرى التالتة للانفجار من خلال إحياء أول حفل غنائي بعد 6 أشهر من انطلاق مبادرتهم الثقافية والفنية. تهدف مبادرة السيستيما بيروت ترنم إلى تعليم الأولاد الموهوبين الموسيقى بطريقة جماعية وتفاعلية. جمع المشروع أكثر من 100 طفل من مختلف المناطق والخلفيات الاجتماعية، وصار الوقت رفقهم بالتمارين وصولاً إلى الحفل الغنائي تكريماً لأرواح ضحايا وبيروت. أداء ملائكي رائع للأولاد من موقع حمل الكثير من الألم، عم يحمل اليوم الأمل ببكرة وبلبنان. قبل ما انتقل الى المحور الثاني وبستقبل